مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم اطفال ولكن في رمضان. كل سنه وحضراتكم بالف خير. مبسوطه جدا اني بشارككم يوميا على شاشه المحور في شهر رمضان بمسابقه بسيطه بتخلي ولادنا يعرفوا معلومات اكتر عن دينهم وبنربطهم اكتر بمعلومات وقيم دينيه كان لازم يعرفوها. عشان كده السنه دي معاكم على مدار 30 يوم بنشارككم باسئله مختلفه ونزلنا الشارع نسال الاطفال هم عارفينها ولا لا. وسؤالنا النهارده كان بسيط وهو ما هي أركان الإسلام؟ تعالوا نشوف الأطفال كانوا عارفينها ولا كانت صعبة عليهم ونرجع نكمل كلامنا. لا بصراحة مش عارف. أتعرف عليك اسمك إيه؟ ياسين. بنصوم ولا لأ في رمضان يا ياسين؟ بنصوم. طب قولي عدد أركان الإسلام كام ركن؟ 9. 3. ما تغششوش يا ميدو. ما حدش لو غششوك هغير السؤال. مرة واحدة. 2. 6. 4. 8. اسمك إيه؟ أمل. أمل، قولي لي عدد أركان الإسلام كام ركن يا أمل؟ 5. 5؟ متأكدة؟ أه. آخر كلام؟ يلا كلنا نسقف لأمل. أه. مبروك يا أمولة، فرحانة؟ قولي أنا فرحانة أوي. فرحانة أوي. كل سنة أنت تايم غرام غرام رمضان كريم. اسمك إيه؟ محمد ربيع. قولي لي يا محمد عدد أركان الإسلام كام ركن؟ أركان الإسلام قول بسرعة. معرفش. 8. فكري فكري. قولي لي عدد أركان الإسلام قد إيه؟ 5. برافو عليكي، يلا كلنا نسقف لها. برافو عليكي. منها هي كسبتها. لا خلاص بس انا وانتوا طيبين ورمضان كريم. مشاهدينا ورجعت لكم بعد الفاصل. وزي ما شفتوا سؤالنا النهاردة كان بسيط وسهل على أطفال كتير جدا. وقبل ما نقول إيه هي أركان الإسلام بالتفصيل لكل الأطفال اللي في البيوت بيشوفوا مش عارفين الإجابة، خلوني أرحب معاكم بالطفل الجميل مازن محسن اللي منورني خلال شهر رمضان الكريم. أهلا بك يا مازن. أهلا بحضرتك. منورني خلال شهر رمضان، فرحانة بصوتك جدا وفرحانة أكتر إن أنت مشاركنا في حلقتنا. انا فرحان قوي ان انا قاعد مع حضرتك. يا حبيبي ربنا يخليك يا رب. وتعالى نقول لكل اصحابنا ايه هي اركان الاسلام بالتفصيل. ماشي. يلا نبدا. اركان الاسلام هي الاسس الخمس اللي بني عليها الاسلام. اول ركن هما الشهادتين، شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمد رسول الله. والركن ده هو مفتاح الدخول في الاسلام. الشهادتين هما الاعلان عن الايمان من دون شك وتصريح بان مفيش اله في الوجود الا الله. كمان احنا بنقول الشهاده يوميا في صلواتنا الخمس اللي هي الركن الثاني من الاسلام. اقامه الصلاه وهي خمس صلوات في اليوم والليله. الصلاه بتقام في خمس اوقات مختلفه على طوال اليوم. الاوقات هي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. ده غير صلوات التطوع وصلاة العيد. إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة هي عبادة مالية فرضها الله على عباده، وده عشان يطهر نفوسهم من البخل والخطايا، وكمان هي حق من حقوق الفقراء على الأغنياء. صوم شهر رمضان. الصيام هو أحد أعمال وأحب الأعمال عند الله الصيام. فرض الله الصيام في شهر رمضان، ولكن في أيام ممكن المسلم يتطوع بها في الصوم زي الاثنين والخميس، وهي الأيام اللي بترفع فيها أعمالنا إلى السماء. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، يعني للقادرين على الحج، وهو زيارة المسجد الحرام في مكة المكرمة، وده فرائض الحج. فرض الله هذا الفرض على كل مسلم بالغ قادر على تحمل تكاليف الحج. وخلونا دلوقتي نشوف مازن هيسمعنا ايه. اتفضل يا مازن. بسم
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوز به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي. بنور وجهك إني عائد وجيل، ومن يعز بك لن يشقى إلى الأبد. بنور وجهك إني عائد وجيل، ومن يعز بك لن يشقى إلى الأبد. بنور وجهك إني عائد واجل، ومن يعز بك لن يشقى إلى الأبد. مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي. يا حبيبي يا حبيبي جسمي أسعد، ربنا يبارك فيك يا رب. مولاي إني ببابك، ده أحسن ختام أختم بيه مع حضراتكم النهاردة. استنوني بكرة وحلقة جديدة برنامجكم أطفال ولكن في رمضان.